ومحبة تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي في هذا الصباح. شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص للبكار الثنايا من مسافة 5 كيلومترات. نبدأ مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات، ننطلق مع أول المراكز، ننطلق مع نشودة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وفي ثاني المراكز هناك جدوى هنا بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري، وهنا يتواجد مع جدوى بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، وفي ثالث المراكز آتت هنا ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم المري في عملية التضمير، وفي رابع المراكز وصلت بلشة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وفي خامس المراكز وصلت الدوحة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود إلى نشودة، نشودة بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية هنا يتواجد مع نشودة مع أول المراكز. ثاني المراكز وصلت جدوى، جدوى بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري، وفي ثالث المراكز وصلت ربشة، ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني ومحمد بن راشد بن سالم المري، وفي رابع المراكز مراكز وصلت هنا، وصلت وانطلقت بلشة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري الشبل على رابع المراكز هنا مع بلشة، وخامس المراكز الدوحة، الدوحة بشعار هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري، هنا الشبل يتواجد مع الدوحة على خامس المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة، هناك أول المراكز والانطلاق الأول، هناك نشودة بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية هنا مع نشودة من بداية الانطلاق وهي على الصدارة، لكن من الجانب الآخر وغيرت وانطلقت هنا جدوى بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، يغير هنا مع جدوى على أول المراكز. ثالث المراكز وصلت بلشة، بلشة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، وفي رابع المراكز ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، يتواجد في عملية التضمير. وخامس المراكز وصلت هنا الدوحة، الدوحة الدوحة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، الشبل مع الدوحة هنا على خامس المراكز. ولكن الله يا الأسماء والشعارات، أعود مع الصدارة مع أول المراكز، هناك جدوى، جدوى بشعار هجن الشحانية، وهنا سالم بن فاران المري الذهبي ينطلق على أول المراكز. ثاني المراكز بلشة بشعار هجن الشحانية منطلق هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وفي ثالث المراكز من الجانب الآخر ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم بن محمد المري، يتواجد في عملية التضمير. لكن حصل تسلل هنا من قبل الدوحة على ثالث المراكز بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران هنا الشبل، وفي رابع المراكز ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم
سالم المري في عملية التضمير، وخامس المراكز أول ندى هنا لمداهمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وهنا محسن بن علي بن مبارك الفراج في عملية التضمير. الله الله الله، أعود إلى الصدارة إلى أول المراكز. هناك غيرت بلشة بشعار هجن الشحنية، جابر بن سالم بن فاران المري يغير مع بلشة. من الجانب الآخر هناك جدوى بشعار هجن الشحنية سالم بن فاران المري، وفي ثالث المراكز ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني ومحمد بن راشد بن سالم المري، هنا يتواجد في عملية التضمير الكيل الأخير الكيل الخطير. وهنا انطلقت جدوى بشعار هجن الشحنية سالم بن فران المري في عملية التضمير الذهبي ثاني المراكز. هنا منطلقة بلشة بشعار هجن الشحنية جابر بن سالم بن فران المري الذهبي. الله الله الله، ثالث المراكز الدوحة بشعار هجن الشحنية الشبل جابر بن سالم بن فران المري. رابع المراكز ربشة لسعادة الشيخ ناصر بن خليفة بن ناصر بن جاسم الثاني، ويتواجد محمد بن راشد بن سالم المري في عملية التضمير. ولكن أعود إلى جدوى بشعار هجن الشحنية سالم بن فاران المري، هنا منطلق الذهبي في عملية التضمير مع جدوى ثاني المراكز بلشة بشعار هجن الشحنية جابر بن سالم بن فاران المري. هنا الشبل هنا على ثاني المراكز ثالث المراكز، وصلت الدوحة بشعار هجن الشحنية جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن أعود إلى جدوى على الصدارة على أول المراكز. تهانينا والناموس لهجن الشحنية وللذهبي سالم بن فاران المري. هنا من قاد لنا جدوى إلى خط النهاية وإلى ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحنية. ثاني المراكز وصلت هناك على ثاني المراكز للطامة بشعار هجن الشحنية، وفي ثالث المراكز وصلت بلشة بشعار هجن الشحنية، وفي رابع المراكز وخامس المراكز هناك شعار هجن الشحنية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي في هذا الصباح. تابعنا وإياكم جدوى التوقيت الزمني 7:55 بدون أي أجزاء من الثانية. نهني هجن الشحنية ونهني سالم بن فران المري من قاد لنا جدوى. ثاني المراكز آتت هنا للطامة بشعار هجن الشحنية، التوقيت الزمني 7:55 واربعة زائم من الثانية. ونهني سالم بن فران المري من قاد لنا للطامة على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز هناك بلشة بشعار هجن الشحنية، التوقيت الزمني 7:55 واربعة زائم من الثانية. ونهني جابر بن سالم بن فران المري. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. وكان هناك رابع